أهلا بكم. تدخل العمليات اليوم الخميس يومها 85، حيث تواصل القوات الروسية محاولات التقدم على جبهات شرقي البلاد فيما تقصف المواقع العسكرية الأوكرانية. قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن أكثر من نصف المقاتلين الأوكرانيين الذين كانوا داخل مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول غادروه. أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية مقتل شخص بقذائف أوكرانية سقطت على قرية بالإقليم، مضيفا أن القذائف الأوكرانية سقطت كذلك على مصنع وعدة مباني بقرية تيوتكينو. الآن إلى وزارة الدفاع الروسية التي قالت إن قواتها الجوية أصابت موقعي قيادة بما في ذلك مقر الدفاع الإقليمي في منطقة قرية سوليدار تحديدا في إقليم دونباس و31 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية تحديدا في ميكولايف. في المقابل قالت القوات الأوكرانية إن مقاتليها نسفوا قطارا مدرعا كان يقل جنودا روسا في مدينة ميليتوبول بمنطقة زابوريجيا. والآن مشاهدينا نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.